يؤسفنا يعني حقيقة ناسف وخجلانين من نطلع بهي الصورة. حصل اعتداء علينا من أولياء الطالب اللي انفصل قبل فترة بسبب الانفصال، كان يعني اعتدى على المدير، اعتدى على الإدارة. حصل مجلس مدرسين قبل أسبوعين وصار الاعتداء، صار الانفصال. ورا أسبوعين جانا الطالب ومجموعة وياه مسلحة، كان عددهم 9، طبوا الإدارة، فاجئونا حقيقة. احنا ما متوقعين هذا أبد، ما متوقعين هذا الشيء اللي يصير. اعتدوا عليه واعتدوا على سيد المدير وعلى الأستاذ أحمد وعلى الأستاذ محمد، 6 مدرسين انضربوا، الأستاذ عمار والسيد المعاون. أنا كان اعتداء علي ببور، يعني بيدي انكسرت، صار بيها فتر، ورأسي لحد الآن يعني رأسي صار بيها أضرار، يعني لحد الآن دايخان، صار لي فترة من زمان، صار 3 أيام من وقوع الحادثة ولحد الآن. أنا طالب الجهات الأمنية ونطالب السيد الوزير أن يدخلوا تدخل شخصي، أنا السيد الوزير يدخل بهالشيء. اولا يحمونا كمدرسين، يحمون مؤسسه التربيه، مؤسسه التربويه، ويحمون عوائلنا. يعني حقيقه قاعد تجينا تهديدات يوميه، نسمع حكي يعني يوميه تهديد يجينا. كان عددهم يعني 9 نفرات، يعني عصابه منظمه، كان الوقت بيهم الوقت والشغل على يعني عصابه منظمه هالشيء، يعني بحيث وقتوها لما دخل المدرسين دخلوا الصفوف وهم طبوا على الاداره. لولا ما لولا ستر الله كان يعني حدث غير شيء، يعني يمكن يؤدي بحياة المدير وبحياة الأستاذ أحمد، يعني طعن الأستاذ أحمد سكينة. شنو ضرب؟ أنا ضرب والله فطر، يعني صار فطر عندي بيدي ورضوض قوية كلش، ورأسي كذلك. يعني الأستاذ مصطفى مدرس التربية الرياضية محاضر بعقد.